اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. زي ما بقول لكم استقبلنا ضيفنا، اتكلمنا معاه في بعض القشور كده السريعه كده. ازيك يا رجب؟ الله يسلمك يا كابتن مصطفى. اخبارك؟ انا كنت بقول لك يا رجب على طول، مش يا بدر كمان. فانت اخبارك ايه في ابو ظبي؟ الحمد لله يا كابتن، انا في نعمه كبيره جدا في نادي الجزيره الاماراتي، ومبسوط جدا في الامارات، والحمد لله عامل قاعده في مدربين كويسه. مصريين كتير هناك؟ كل المدربين اللي شغالين معايا مصريين. مصريين مصريين. انت اللي منقيهم وانت جايبهم؟ بتأهلهم قبل ما يشتغلوا ولا هم واخدين دراسات والكلام ده كله؟ هو الاثنين يا كابتن. انا لما رحت الامارات، اول ما رحت انا عملت تيست للمدربين اللي موجودين، فاخدت اللي هم يقدروا يشتغلوا معايا وينفذوا الفلسفه بتاعتي والبرنامج بتاعي، وجبت مدربين جداد، بس اشترطت ان هم يكونوا لعيبه كوره، لان في المرحله السنيه الصغيره بالنسبه للبراعم وقطاع الناشئين لازم المدرب يبقى نموذج، ما ينفعش يتكلم بس. انت ماسك المراحل السنيه من كام لكام؟ انا ماسك قطاع الناشئين في نادي الجزيره، من مدرسه الكوره لقطاع الناشئين. قطاع الناشئين. انا بقصد هل في مدربين مصريين كتير جدا في الامارات ولا موجودين إيه؟ كتير جدا كابتن في الامارات، في جميع الانديه، مش في نادي الجزيره بس مصريين شطار، مدربين شطار جدا جدا جدا. هل في لينك بينهم وبين الاتحاد المصري لكره القدم؟ لا، ما حدش عارف عننا حاجه خالص. لا لا لا، احنا في الامارات وهم هنا في مصر، ما حدش عارف عننا حاجه خالص، ولا يعني حد بيكلمكم ولا حد بيقول لكم اي حاجه ولا في اي كلام من ده؟ لا لا لا، ما يعرفوش عننا اي حاجه خالص. الله يعينكم الله يعينكم. عاجبك حال الكره المصريه؟ ما هو ده يا كابتن مصطفى، مش هتعجب حال حد طبعا، بما ان مصري ولاعيب كوره ومدرب حاليا، مش هتعجبني حال الكره المصريه، بس ده نتيجه عقبات كتير قابلت الكره المصريه، وده يعني مش هينفع اي حل من حلول الوسطيه دلوقتي، لانك انت محتاج بلان كبير جدا على المدى البعيد، مش خطه قصيره المدى ومتوسطه المدى، انت عايز خطه بعيده المدى علشان تقدر تعمل الكره المصريه تاني، وتعمل اللي يبقى مصر ترجع هي رائد افريقيا تاني. وترجع تاني مصر على الخريطه الافريقيه والعالميه تاني، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا يا كابتن بتقابلنا، ان كل دي بنتوارث الحاجات تراكمات، التراكمات اللي هي الأسوأ، مش الاحسن للاسف الشديد، مش حد يجي للأسف يبني طوبه على طوبه زي بره مثلا، انت بتيجي تكمل، لا انا باجي اهد اللي اتعمل واللي بعديه يهد اللي اتعمل، بالتالي ما حدش مقتنع بحد. فبنوصل عاوز يقول لك انا نفسي 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 نفسي، كله بينسب الشغل لنفسه، ما فيش في كابتن في كره القدم. دي حقيقه. احنا ما بنلعبش تنس، كل واحد مسؤول عن نفسه، احنا بنلعب كره قدم، كره جماعيه جماعيه، فكله حتى في المدربين شغل جماعي. من البراعم من قطاع الناشئين للدرجه الاولى، لو ما عندكش براعم مش هيبقى عندك قطاع ناشئين، لو ما عندكش قطاع ناشئين مش هيبقى عندك فريق في الدرجه الاولى، ما هو بتاع الدرجه الاولى ده مش هيتولد في الدرجه الاولى اكيد. طب انت عندك اتصال، بكلمك انت في الامارات، عندك اتصال بين الناشئين وبين الدرجه الاولى؟ طبعا طبعا، في سيستم يا كابتن مربوط بين قطاع الناشئين وبين الدرجه الاولى. مين اللي بيقول للصغير ده يطلع يلعب فوق؟ المدير الفني للاكاديميه اللي هو المدير الفني قطاع الناشئين، والمدير الفني للفريق الاول. ما دول اجانب؟ دول اجانب. اجانب بتقول له مثلا، بيجي يقول انا عايز مثلا بقى، انا عندي مشكله في الباك ليفت، بعد سنه مثلا هيبقى عندي مشكله، فبيحضره لك. انت مسؤول كقطاع ناشئين تطلع باك ليفت، يعني بقت علم، كلها علم. الشراء اخر حاجه، اخر حاجه الشراء، اخر حاجه عندنا اسهل حاجه الشراء دلوقتي. نشتري وما نعملش ناشئ ويتعور، ندور على حد ما نلاقيش ويبطل. طيب